فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض الكليات الشرعية يدرسوننا الفقه، وغالبا ما يدرسوننا في كل مسألة الأقوال والأدلة وربما الردود عليها، ما نصيحتكم لنا خاصة أن أكثرنا من المبتدئين؟ هذا حسب المقررات، لأن الذين أسسوا الدور العلمية وضعوا لها مقررات تتدرج شيئا فشيئا. الابتدائي له مقررات، والمتوسط له مقررات، الثانوي له مقررات، الكليات لها مقررات، دراسات العليا لها مقررات. المدرس يراعي هذا، يراعي المراحل الدراسية ويتدرج مع الطلاب بحسب مقدراتهم، هذا هو المدرس. أما اللي يجيب اللي عنده يجيب الأقوال ويرغي ويزبد، هذا يدخل ويطلع ما أفاد شيء، يدخل الفصل ويطلع ما أفاد شيء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.